السلام عليكم. وبهذا الفيديو ان شاء الله اتكلم عن موضوع يخص الشيخ محمد شرارة حفظه الله. هذا الشخص الذي حقيقة حبب ويحبب الشباب ويقرب الشباب اكثر واكثر من اهل البيت عليهم السلام ومن مجالس اهل البيت عليهم السلام. لكن مبدئيا خلينا نبدأ بتسقيط فاق الشيخ علي له، وتحديدا في شهر 6 نشر تغريدة يستهزئ من الشيخ محمد شرارة ويستهزئ بالمعتقد الشيعي بصورة عامة، وأنا سأبين إن شاء الله. منشور فاق الشيخ علي كان بهذه الصورة رابط أو فيديو للشيخ محمد شرارة وهو يتكلم عن السادس إعدادي، ويقول هو شنو السادس، ما معنى كلامه اللي راح أستعرضه. شنو هو السادس؟ مجرد أنك تقرأ الفاتحة لأم البنين، وأيضا تسبح تسبيحات الزهراء، وأيضا أنت أيها الشيعي لديك إمام زمان يرعاك. يا أخوان، فقط تشوفون التعليقات سخرية وضحك وانتقاص من الطرف الآخر. أقلها يا فاق الشيخ علي، أقلها يا أتباع فاق الشيخ علي، عاملوا الشيعة على أنهم أقلية واحترموا معتقداتهم، عاملوا الشيعة على أنهم مجموعة قليلة واحترموهم بوطنيتكم التي دائما ما تصدرونها. فاق الشيخ علي هذا الشخص يريد يصير رئيس وزراء ويستهزئ بالمعتقد الشيعي. إن شاء الله مبدئيا راح نستعرض كلام الشيخ محمد شرارة، وهل يستوجب الاستهزاء أو لا. الشيخ محمد شرارة أولا يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج توجه له، وأيضا أقرأ الفاتحة لأم البنين، وأيضا سبح تسبيحات الزهراء عليه السلام، وهذه هي أذكار لرب العالمين وتقرب لرب العالمين، وأيضا هي تأتي بعد المذاكرة، بعد ما تكون تكمل دوراتك، بعد ما تكمل دراستك، بعد ما تكمل مذاكرتك النهائية ودوراتك ومراجعاتك، بعدها التجئ إلى هذه الوسيلة التي بالتأكيد هي أفضل الوسائل التي تقربك إلى الله وتجعلك قريب من الله، وأيضا بالتأكيد سيكون لها أثر. خلينا نستمع إلى كلام الشيخ محمد شرارة، وبعدها نرجع إلى كلام الشيخ محمد أيضا، وهل يدعو الشباب إلى ارتكاب الذنوب أو لا. دائما يقولوا لي شيخ السادس، مو السادس لو انا غلطان، صف السادس هذا دائما يقول لي اعدادي، مو السادس اعدادي، السادس اعدادي، السادس اعدادي، السادس ما ادري ليش مسوي الرعب هذا. عندك امام زمان، قل له انا رايح للامتحان، خلي ايدك من هنا، اكتب بصبعك على جبينك مهدي، بس من توصل لهناك اقرا الفاتحه للسيده ام البنين واهدي ثوابها للامام المهدي، سبح تسبيحة السيدة الزهراء واهدي ثوابها للإمام المهدي، تصدق دفع بلاء الإمام المهدي. أول ما تقعد من النوم صبح الإمام المهدي، إذا أول ما تقعد من النوم أول شيء تشوفه أول ما تقعد من النوم الحائط لازم تخاف. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعتوا، هذا هو كلام الشيخ محمد شرارة، وهذه سخرية فاق الشيخ علي. وأتمنى فقط ادخلوا على التعليقات وشوفوا كيفية الاستهزاء بالمعتقد الشيعي، كيفية الاستهزاء بالشيخ محمد شرارة، كيفية الاستهزاء بالإمام المهدي، كيفية الاستهزاء بالفاتحة لأم البنين، الاستهزاء بتسبيحات السيدة الزهراء. أولا خل نأتي ونفصل، هل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من أولياء الله أو لا؟ بالتأكيد أولا عند المذهب السني هي شخصية ستأتي بآخر الزمان ولم تولد، لكن هي شخصية ستخلص العالم من الجور ومن الظلم ومن الاستبداد، وأيضا هو الإمام المعصوم الثاني عشر عند الشيعة. فهذا أولا هو رمز عند الشيعة وعند السنة. الإمام المهدي هو من أولياء الله، سواء أنت رضيت يا فاق الشيخ علي أو لا. وأيضا المعتقد الشيعي ينص على التوسل، فشنو يعني إذا أنا توسلت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل سأكون مدعاة إلى سخريتك يا فاق الشيخ علي وأيضا تسبيحات الزهراء؟ إذا ما تعرفني يا فاق الشيخ علي، الله أكبر، الحمد لله، وأيضا سبحان الله. فهل هذه أذكار تجعل منك تثير السخرية على الشيعة وعلى المعتقد الشيعي؟ وثالثا الفاتحة لأم البنين، وهذه سورة من القرآن الكريم إذا كنت أنت ما تعرف. شنو المشكلة إذا قرأت هذه الأذكار بعد ما كملت دراستي ومراجعتي ودوراتي، وأيضا كملت المادة بعدها، أي قبل ما أتوجه إلى الامتحان أو قبل ما يطون ورقة الامتحان قرأت هذه الأذكار، شنو المشكلة بهذه المواضيع؟
أما الآن فنتوجه إن شاء الله بخصوص هل الشيخ محمد شرارة يدعو الشباب إلى ارتكاب الذنوب أو لا. نشروا مجموعة من الفضلاء إنه الشيخ محمد شرارة يدعو إلى ارتكاب الذنوب. أولا أقول قول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: احمل أخاك على 70 محمل. هذه أولا. ثانيا أنتم تتهمون الشيخ محمد شرارة بالكذب، ويقول الإمام علي عليه السلام: لا سوء أسوأ من الكذب. ويقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث في بيت واحد، وجعل الكذب مفتاحها، أو ما معنى الحديث. فهذا هو موضوع جدا جدا كبير أن تتهموا الشيخ محمد شرارة بالكذب، هذا أولا. ثانيا خلينا نفترض أنه الشيخ محمد شرارة تكلم بهذا الموضوع، لماذا لا تحملوه ولماذا لا تأخذوه على حسن نية؟ لماذا لا تحملوه على أنه هو شخص يريد أن يحبب الشباب، يريد أن يحبب الشباب بالإمام الحسين وبالقضية الحسينية؟ لماذا تأخذونه أنه يدعو إلى القتل إلى الزنا، وبعدها تعال احضر مجلس وبعدها راح تغفر ذنوبك؟ ليش تأخذونها على أنه الشيخ محمد شرارة شخص يدعو الشباب إلى ارتكاب الذنوب؟ وأعتقد أنه اقتطاع سياق كلام الشيخ محمد شرارة ليس من الإنصاف في شيء. وأيضا نقول خلينا نقول حملنا الشيخ محمد شرارة على 70 محمل، وهذه المحامل كلها بينت أنه الشيخ محمد وحاشاه كذاب، لماذا لا تنصحوه بالسر؟ فقط اتصال بسيط من أي شيخ من المشايخ الذين انتقدوا الشيخ محمد شرارة، فقط انتقاد أو اتصال بسيط: يا شيخ محمد، هذا كلامك خطأ، كلامك لا يجوز، كلامك إنك تدعو إلى الشباب كلامك يفهم بطريقة خاطئة. وبعدها راح يتوجه لكم أو راح يبين لكم الشيخ محمد شرارة وجهة نظره. فأرجوكم لا نستقطع الكلام من سياقه، وأيضا لا نتهجم على شخص موالي حبب الشباب. وأيضا حقيقة أنا صاحب هذه القناة، والله العظيم عندما أشاهد الشيخ محمد شرارة ينشر قلبي إلى الإسلام، إلى المحاضرات الدينية، وأيضا أسمع إلى الكثير من هم أسلوبهم يختلف عن الشيخ محمد شرارة، لكن الشيخ محمد يمتاز بهذا الأسلوب. وأرجوكم احملوا الشيخ محمد شرارة وافهموا كلامه واحملوه على 70 محمل، وبينوا خطأ بالسر، لماذا هذا التشهير؟ اتصلوا فقط به اتصال. وهذه وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله جدا جدا كثيرة، فقط تواصلوا مع الشيخ وافهموا منه، وأيضا نبهوه إذا أخطأ، لكن تشهروا به على العلن وتدعوه أو تصفوه بالكذاب، أعتقد الشيخ محمد شرارة لا يستحق ذلك. نرجع إن شاء الله بفيديوهات أخرى، فانتظرونا وفي أمان.